نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية. الأولى استهدفت سفينة كورديليامون النفطية البريطانية في البحر الأحمر، وتم استهدافها بثمانية صواريخ بالستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير. وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة بفضل الله. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.